Technoplanète. Information. Claire et net. مرحبا بكم في كوكب التقنية. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي تكنو بلانيت، حياكم الله اينما كنتم. ان شاء الله في هذا البودكاست غادي نشوفوا واحد الخدمة متاحة عندنا في الايتونز وكيغفلوا عليها بزاف ديال الناس، اللي هي التحكم في الاكسيسيبيليتي ديال الايفون ديالنا بار ايتونز. حيت في الكثير من الاحيان كتواجهنا عراقيل في الاكتيفاسيون ولا ديزاكتيفاسيون ديال الفويس اوفر. فان شاء الله في هذا البودكاست غادي نشوفوا كيفاش ممكن ناكتيفيو ونديزاكتيفيو الفويس اوفر ديالنا دون ما اننا نحتاجو مبصر، في حالة ما الى تعذر علينا القيام بهذا الامر. هذا البودكاست ما غاديش يكون طويل بزاف بيان سور، فنحاولوا نبرونشيو الايفون ديالنا مع البي سي. كوربيان سور 22. المهم انا برونشيت الايفون ديالي، ف بيان سور الايفون ديالي دابا ساكت، ما خدام فيه لا فويس اوفر لا والو. فنحاول نمشي للايتونز. Entrée. Introduction musique. Configurer l'accessibilité. Réduire et grandir coché à aucun coché à voice over coché à plus V. Aïe, voice over, on est à l'entrée. Et modifie les gestes utilisés. Allez, modifier les gestes utilisés pour contrôler l'iPhone, on est à continuer à plus. Continuer. Et voice over activé. Horloge. 10h04. Rideau d'écran activé. Voilà, c'est ça qui compte activer le voice over d'Ali sur l'iPhone. Hada, chèque l'oul. Fanhaoulou. ديزاكتيفيو الفويس اوفر، حيت شي مرات كيقدر يكون عطانا شي واحد الايفون ديالو باش انا نكونفيغوريو ليه شي موبسير ولا شي حاجة، وكنكونو نسينا ما درناش في راكورسي داكسيسيبيليتي ان الفويس اوفر اكتيفو ديزاكتيفا بتريبل كليك في لا توش هوم. فهادي كتغنينا على هاد المسألة هادي بلا ما أننا نحتاج مبصر أننا نقولو لي سير الغيكلاج جينيرال اكسيسيبيليتي فويس اوفر وديزاكتيفي فويس اوفر، نديروها من هنا. فهاد كونفيغوري لاكسيسيبيليتي نيت غندير لا اونتري فويس اوفر فوكاليزي، عطانا فويس اوفر ريدوير اغروندير ونهبط اوكا، ندير اوكا ندير لا اونتري. وهكذا كيكون ديزاكتيفي ليا الفويس اوفر ديالي. هاو دابا كنقيس في الايفون ساكت. المهم بهذا كنكون وصلنا لنهاية هاد البودكاست، كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وانكم تكونوا استفدتوا منه.
فاش كيفاش ممكن اكتيفيو و ديزاكتيفيو الفويس اوفر ديالنا في الايفون بار ايتونز. يلا السلام عليكم.